امبارح أعلنت وزارة السياحة والآثار انتهاء أعمال ترميم وإعادة تركيب أعمدة الجرانيت الضخمة الموجودة بالجهة الشمالية من بازيليكا الأشمونيين، واللي تم بنائها فوق أطلال معبد بطلمي، ده طبعا تكريما للسيدة العذراء خلال القرن الخامس الميلادي. هنعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور باسم جهاد، المشرف على وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك في صباح الخير. صباح النور على حضرتك. يا أهلا بيك فندم. يا فندم، يعني خلينا الأول نعرف من حضرتك الأعمدة، نتعرف عليها وتاريخها وحالتها قبل الترميم كانت عاملة إزاي؟ طبعا هو الموقع اللي هو هيرماكوليس ماجنا او الاشمونين، مدينه من اهم المدن اللي كانت موجوده في مصر القديمه، ازدهرت طبعا من الدوله الوسطى وقبل كده كمان. ولكن الكور او الجزء الديني الخاص اللي احنا بنتكلم عليه ده من العصر، بدايه العصر الروماني، وازدهر جدا في العصر البيزنطي. جزء كبير جدا من المعابد الرومانيه اللي كانت موجوده في المدينه تم اعاده استغلال الاعمده بتاعتها لانشاء بازيليكا او كنيسه ضخمه في المكان، وتعتبر هي الكنيسه المركزيه في محافظه المنيا كلها او في جنوب المنيا كلها. معروف ان الاشمونين كانت العاصمه بتاعت الاقليم ال 15، فالبازيليكا كانت بتمثل زي الكاتدرائيه اللي موجوده في الموقع هناك. تم الكشف عن الموقع في أوائل القرن العشرين وأواخر القرن التسعتاشر على يد أكثر من بعثة أجنبية، ولكن البعثات دي ما قدرتش، أو الإمكانيات ساعتها ما كانتش متاحة ليهم قوي إنه هم يبتدوا يعملوا إعادة إقامة للأعمدة دي، نظرا لضخامة الأعمدة. العمود الواحد ممكن يوصل طوله 7 متر والوزن بيتعدى 15 طن للعمود. ففي منهم طبعا كان مهشم لأكثر من جزء، بس حتى هو مهشم أكثر من جزء، فالجزء الواحد من العمود ممكن يوصل لأربعة وخمسة طن. عشان حضرتك ترفع المسافات دي على ارتفاع 7 و8 متر وتعمل زي مانوفر أو مناورة داخل موقع أثري، مش بالسهولة بمكان طبعا. طيب. فنظرا للاهتمام أو إن الموقع على أولويات الوزارة، فابتدينا إن احنا نعمل مقترح بتشكيل بعثة مصرية أمريكية مشتركة نشتغل على الموقع دول، وابتدينا ان احنا نفكر ازاي ان احنا نقدر ان احنا نقيم تاني الاعمده دي او نعيد البازيليكا لشكلها الاصلي. عظيم. قبل ما نبدا في عمليه الترميم، ايه هي الخطوات اللي بنعملها؟ تمام. طبعا البازيليكا منشاه على تقاطع شارعين رئيسيين في المدينه القديمه، وهي كمان منشاه على اطلال معبد بطلمي من القرن الثالث قبل الميلاد. فالمعبد نتيجه التحول الديني اللي حصل في مصر في القرن الرابع والخامس الميلادي اتفك المعبد تماما واستخدم كاساسات للبازيليكا، واجزاء منه كمان استخدمت لبناء البازيليكا. احنا اللي عملناه ان احنا استخدمنا كل الموست ادفانسد تكنولوجي او التقنيات الحديثه كلها ان احنا نقيم الوضع الراهن للاعمده دي. يعني تم عمل تسجيل كامل لكل العناصر باستخدام كل الليزر سكانر، بالتوتال ستيشن، بالرفع، بالرسم، بالتصوير، بال3 دي موديلنج، كل حاجه حصلت. وقدرنا ان احنا نتخيل ايه اللي هيحصل على الكمبيوتر موديل، احنا هنعمل ايه بحيث ان احنا نقدر كل حاجه تبقى محسوبه قبل ما نشتغل، لانه طبعا المواضيع دي لو ما اتحسبتش بيبقى فيها معامل ريسك جامد جدا. صحيح، خاصه ان كان في ميول في بعض الاعمده اللي موجوده في المدخل الرئيسي. بالظبط بالظبط. في المدخل الرئيسي إيميلي برايز في الأربعينات سنة 1940 حاول إن هو يرفع 4 أعمدة في المدخل، ولكن للأسف هو الشغل ما كانش بالإمكانيات المتاحة قوي في الوقت ده، عشان برضه ما نقولش إن الشغل غلط، لا، هو في سياق وقت الأربعينات هو دي الإمكانيات المتاحة، فبناء عليه هو أقام الأعمدة لكن كان فيها نسبة ميول جامدة في كذا اتجاه. وفضلت الصلب الخشب اللي ظهر عند حضرتك في الصوره دي من سنه 46 موجوده بنفس الشكل ده. فكان الاولويه انه طبعا لدرء الخطوره ان احنا نبتدي نفك الاعمده دي ونعيد تركيبها تاني، فاحنا دلوقتي حاليا فكينا من الاعمده وبنحاول نعيد تركيبها تاني ان شاء الله بتركب يعني، وركبنا في الموسم الاول لينا 8 أعمدة من البازيليكا اللي هم بيشكلوا الحنيه الشماليه بالكامل. كانت فقدت تماما، احنا اعدنا تركيبها تماما من الاعمده الاصليه بتاعتها. بعد ما حفرنا ووصلنا للمنسوب المعبد البطلمي وسجلنا الاساسات كلها بتاعت المعبد، ابتدى يبقى عندنا تصور لجزء كبير من المعبد كان شكله ايه.
طيب المركز الديني للمدينة بيضم العديد من المعابد، وده من ضمنها معبد رمسيس الثاني. حابة حضرتك تكلمنا عن أعمال البحث. تمام. احنا طبعا المدينة لو حضرتك بصيت عليها زي بيقولوا كده بالقمر الصناعي، هتشوف انه كان في سور ضخم من الأسرة الثلاثين بيحصر جواه كل العناصر الدينية اللي موجودة او بيسموه الحصن، يعني بيحصر جواه كل العناصر الدينيه اللي موجوده من اول الدوله الوسطى، المعبد بتاع الدوله الوسطى المكرس لله جحوتي، وكمان المعابد بتاعه الدوله الحديثه اللي انشاها رمسيس الثاني. واللطيف في الموضوع انه رمسيس الثاني لما انشا المعبد ده، الاحجار اللي انشا بيها المعبد هي احجار الثلاثات اللي كانت مستخدمه من اخناتون في تل العمارنه 20 كيلو للشرق. ايه احجار الثلاثات يا فندم؟ أو عدد استخدام الاحجار دي، وابتدى يبني بيها معبده في الاشمونيه، واستكمل النقوش بتاعته سيتي الثاني، فهتلاقي حضرتك بعض النقوش موجوده لسيتي الثاني. طبعا مع العصر الروماني ابتدى المعبد ده يتفكك اجزاء منه واندثر تماما واختفى، فما كانش حد يعرف التخطيط بتاع المعبد ده ايه. فابتدينا ان احنا نكشف عن التخطيط الكامل للمعبد ده، ونجحنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نعرف الشكل دون للمعبد كمعبد اسليمي موجود عامل ازاي. عندنا كمان معبد تاني لرمسيس نيرون او رمسيس الثاني، واستكمل او اضيف ليه جزء في عهد الامبراطور نيرون. عندنا كمان كذا اكتر من 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 معبد كان موجود. عندنا معبد الموجود اللي هو في الجزء الشمالي اللي هو الجراند بورتيكو او المعبد الكبير، عندنا معبد للامبراطور دوميتيان، يعني عندنا اكتر من معبد موجود. فالمدينه كانت مزدهره جدا على مدار اكتر من 2000 سنه. حيويه جدا. الجميل في الموضوع طيب. ده ان احنا كمان شغلنا مش بس مبني على الادله بتاعت الحفاير، لا ده هو في ارشيف من القرن الثالث الميلادي برضه اكتشف في القرن ال 19. الارشيف ده عباره عن سجل الاعمال الصيانه اللي كانت بتحصل في المدينه. فاللي كتب الارشيف ده بيوصف المدينه باجزائها، يعني بيقول مثلا المدينه بتبدا من الشرق من بوابه كذا، بتمشي في الشارع بتلاقي كذا، في بوابه ثانيه كذا، في اعمده شكلها كذا، المعبد الفلاني موجود في الحته الفلانيه. فحتى لو حضرتك ممكن ما تشوفش الحاجات دلوقتي، لكن تقدر ان انت توصل للشكل الاصلي للمدينه، وتستخدم المعلومات دي ان انت تقدر ان انت تعيد بعد الحفاير، تعيد ترميم المدينه. ده الهدف الكبير للمشروع، ان احنا نعيد قلب المدينه. خريطه يعني احنا عندنا خريطه للمدينه بالظبط، بحيث طيب. انه الزائر بعد كده قدام يقدر ان هو يتجول في المدينه بكل عناصرها يعني. طيب ايه تاني موجود في الخريطه دي انتوا هتشتغلوا عليه الفتره الجايه؟ الفتره اللي جايه ان شاء الله طبعا هنستكمل الاعمال بتاعه البازيليكا، دي اولويه لينا. عندنا جزء تاني اسمه بوابه السفنكس او سفنكس جيت، وده المدخل للمنطقه الدينيه بتاعه الدوله الحديثه والدوله الوسطى، ولكن دي اضافه بطلمي. والمدخل ده بيؤدي للشارع اللي بيودي للبازيليكا، الشارع الاصلي القديم اللي بيودي للبازيليكا، موجود ببلاطاته بكل حاجه. بس برضه اللي هي الصوره اللي عند حضرتك اللي فيها الاعمده موجوده واقعه دي، ابتدينا نكشف الشارع ده على يمينه وشماله مصفوف باعمده برضه. فاحنا حضرتك تخيل بقى ان يعني بكره وبعده ان شاء الله لما نخلص شغل هتلاقي انه حفرنا كشفنا الشوارع، ابتدى الشارع كله يبقى موجود، الاعمده مقامه، فتقدر تتجول في المدينه بالظبط زي ما بنشوف بره في روما، في مدن كثيره جدا موجوده بره قديمه، تقدر الزائر يخش يتمشى في المدينه بشكل كامل يعني. طيب خدت وقت قد ايه في عمليه الترميم، وكمان ايه المواد المستخدمه؟ طيب احنا الوقت طبعا احنا شغالين من شهر يناير لشهر اغسطس بشكل متواصل يعني. فما بين الحفر اللي طبعا انا مش يعني الترميم بيجي في مرحله في الاخر، ولكن ما بين الحفاير، ما بين التسجيل، التوثيق، الدراسه، تقييم الحاله، صحيح وابتدينا ان احنا كل دي مراحل طبعا، بنعمل تيست ومناوره اكتر من مره، بيخش معدات تقيله معانا، فطبعا ده مش بسهوله لان ليها تكنيك معين ان احنا نخش بيه. كمان الـ كل الخامات المستخدمه او المواد المستخدمه في ترميم الاعمده دي بنسميها اقل تدخل في الترميم، ده افضل ترميم. فبيبقى الموضوع كله مبني على ان احنا المواد المستخدمه للسق وتدعيم الاجزاء المنفصله فقط، من خلال الراتنجات اللي بتستخدم في الترميم، هي مواد معروفه دوليا بالبوليمرز اللي بتستخدم عشان خاطر نلزق الاجزاء دي ببعض، او الفايبر جلاس رودز اللي بتربط الاجزاء المكسوره ببعض، او ابارات الفايبر جلاس.
طيب امتى هيتم فتح الباب للزائرين يا فندم عشان يزوروا المركز الديني؟ المفترض انه طبعا هو الموقع اكسسبل للزياره. الجزء اللي احنا رممناه ده مفتوح موجود انه الناس تقدر تخشه. اعتقد ان احنا مع ابريل اللي جاي هتكون الاعمده اللي هي منصوبه مصلوبه بالخشب قدام حضراتكم دي هتكون ركبت تاني بشكلها الاصلي من غير اي صلابات خشب، فيعتبر الجزء الشمالي كاملا من البازيليكا انتهى تماما، وهنبتدي نشتغل على جزء تاني اسمه مبنى الكومستاريون او مبنى الشعائر الدينيه في المعبد البطلمي. نبتدي ان احنا نبنيه تاني. عندنا اجزاء من معبد على الطراز اليوناني، معبد فريد جدا اللي هو اتفكك ونزل استخدموه كاساسات تحت البازيليكا. الاساسات دي كلها ابتدينا ان احنا لما عملنا الحفاير العناصر دي موجوده عندنا، بنبتدي نعمل تصور لشكل المعبد اليوناني ده لانه طراز فريد جدا مش على الطراز المصري خالص، على الطراز الموجود في اليونان وروما. فهنبتدي ان احنا نشوف التصور الاصلي بتاعه ايه، وفي موجود جنب الموقع حاجه اسمها الحديقه المتحفيه، هنعمل اعاده نصب على الاقل جزء اقامه جزء من المعبد ده. نشكرك دكتور باسم جهاد المشرف على وحده التدريب المركزي بوزاره السياحه والاثار.